متتبعينا على قناة شوف تيفي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء آخر من برنامجكم الرمضانيات. اليوم نزلنا الشارع باش نسولوا المواطنين شكون هو الصحابي اللي تلقى بدون نورين. شكون هو الصحابي اللي تلقى بدون نورين؟ بغيتوا تعرفوا الإجابة؟ يلا اجيو معنا. شريف ديالنا بخير. لاباس عليك. بغيت نسولك شكون هو الصحابي اللي تلقى بدون نورين؟ ما عرفتوش. واخا انا نعطيك اختيارات، واش عثمان بن عفان، ابو بكر الصديق، ولا عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب. مع الاسف ما تمكنتش من الاجابه. شكون هو الصحابي اللي تلقى بدون نورين؟ بدون نورين ابو بكر الصديق. لا هو ماشي ابو بكر الصديق، عندك عمر بن الخطاب ولا عثمان بن عفان؟ عثمان بن عفان. شكون؟ عثمان بن عفان. تبارك الله عليك، هذه هي الاجابه الصحيحه اللي كنقلبوا عليها. وعلاش تلقى بدون نورين؟ ما فهمتش. ما وتلقى بدون نورين حيت خدا جوج بنات من ديال الرسول عليه الصلاه والسلام. شكون هو الصحابي اللي تلقى بدون نورين؟ بدون نورين ما عرفتش واش. واخا انا نعطيك اختيارات، واش عثمان بن عفان، ابو بكر الصديق، ولا عمر بن الخطاب؟ نقولوا عمر بن الخطاب. لا هو عثمان بن عفان ولا ابو بكر الصديق، واحد في هاد جوج. عثمان بن عفان. لا فعلا عثمان بن عفان، هذه الاجابه الصحيحه اللي كنقلبوا عليها. شكون هو الصحابي اللي تلقى بدون نورين؟ بدون نورين ابو طالب، علي بن ابي طالب. واش عثمان بن عفان، ابو بكر الصديق، ولا عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب. اي ما عرفت. عثمان بن عفان، ابو بكر الصديق، ولا عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب. نعم بن الخطاب. ماشي هذا هو الجواب. عثمان بن عفان أبو بكر الصديق. عثمان بن عفان أبو بكر الصديق. عثمان بن عفان. لا عثمان بن عفان. تكبر. تبارك الله عليك، هذه الإجابة الصحيحة اللي كنقلبوا عليها. شكرا لك. شكون هو الصحابي اللي تلقى بدون نورين؟ الصحابي اللي تلقى بدون نورين هو عثمان بن عفان. تبارك الله عليك، هذه الإجابة الصحيحة اللي كنقلبوا عليها. شنو تقول المشاهدين اللي كيشوفوك الآن عبر قناة شوف تيفي؟ نقول لهم رمضان راه غادي يمشي إن شاء الله، الله يكملوا في الصحة والسلامة، وبارك عواشركم، وان شاء الله تكونوا تبقاو تصليو صلاه التراويح تكملوها، راس الجوامع ما بقاوش الناس يعمرون بزاف. الصحابي اللي تلقى بدون نورين هو عثمان بن عفان. تبارك الله عليك، هذه الاجابه الصحيحه اللي كنقلبوا عليها. شنو تقول للمشاهدين بمناسبه شهر رمضان؟ شهر مبارك سعيد، الله يدوزو على جميع المسلمين بالصحه والعافيه، الله يدير اللي فيها الخير، وتنتمنى انا شي حياه زوينه ان شاء الله مع الوليدات ومع المدام. نتمنى كل واحد الخير ان شاء الله، الله يسهل على امه محمد، وشهر مبارك سعيد. وكيف ما شفتوا معنا مشاهدينا، فمجموعه من المواطنين تمكنوا من الاجابه الصحيحه للسؤال اليوم اللي كان شكون هو الصحابي اللي تلقى بدون نورين. طبعا الصحابي اللي تلقى بدون نورين هو عثمان بن عفان، اللي تزوج بجوج بنات من بنات النبي عليه الصلاه والسلام، هم رقيه وكلثوم. بهذا كنكون وصلنا لنهايه حصه اليوم، غدا ان شاء الله نتلاقاو في امان الله.